أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يقول هل تدل الآية على ثبوت اليدين لله تعالى؟ ما في الآية اليدين، أيدي جمع، والمراد بالأيد أيد، ما هو أيدي بالياء، أيد بأيد يعني قوة، المراد بالأيد هنا القوة، وليست هذه الآية من آيات الصفات، ولا يؤخذ منها إثبات اليدين لله عز وجل. نعم صلى الله عليه بأيد أي بقوة، وداود ذا الأيد، إيش معنى ذا الأيد؟ أي القوة، ولا كل الناس لهم يدين، ما هو بس داود، لكن المراد القوة بالإيمان. نعم.